تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فشمل برعايته الكريمة بحضور معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين الاحتفال الذي أقيم هذا اليوم ابتهاجا بالنجاح والإنجاز الكبير الذي حققه الرجال الشجعان المخلصون من قوة الواجب واحد التابعة لقوة دفاع البحرين خلال الفترة التي كلفوا بها لأداء هذه المهمة المشرفة التي أكلت إليهم في جمهورية اليمن الشقيقة، حيث شاركوا بشكل كبير وشجاعة مميزة إخوانهم من الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية وبمساندة قوات التحالف العربي المشترك في تحرير مأرب التاريخية واستعادة السيطرة الكاملة على باب المندب الحيوي، دعما للشرعية في اليمن الشقيق ولكل ما فيه خير وازدهار شعبها العزيز، ولوقف الأطماع الأجنبية حماية لأمن وسيادة أوطاننا. فلدى وصول موكب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ترافقه كوكبة من خيالة الحرس الملكي، كان في الاستقبال العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي، والرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة لدى قادة قوة الواجب واحد بشجاعة وكفاءة عالية، كما تشرف عدد من كبار الضباط بالسلام على جلالته. سلام سيدي حضرة صاحب الجلالة، سلام. قف. بعدها تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بتفقد طابور العرض الذي اصطف لتحية جلالته. Thank you.
استاذن جلالتكم بدء حضر الطابور سيدي. قوه الواجب الاولى اليمين دم محتدل سم
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، قائدنا الأعلى حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي، يشرفني باسمي وباسم أخواني ضباط وأفراد الحرس الملكي أن نرحب بزيارة جلالتكم للحرس الملكي أجمل ترحيب. سيدي حضرة صاحب الجلالة، بناءً على توجيهاتكم السديدة بمساندة مملكة البحرين للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية دفاعاً عن أرض الحرمين الشريفين وحدودها الجنوبية من الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية، ولنصرة ديننا الإسلامي الحنيف من أعداء الإسلام والعروبة، فقد شاركت قوات دفاع البحرين مع قوات التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن الشقيق لتثبيت دعائم الاستقرار لهم، وتنفيذاً لأوامر جلالتكم بإسناد مهمة القتال لتحرير محافظة مأرب وممر باب المندب لقوة الحرس الملكي الخاصة بقيادة أخي العزيز الرائد خالد بن حمد آل خليفة، معززة بعناصر من وحدات قوة الدفاع الباسلة مع أخوانهم من القوات السعودية والقوات الإماراتية، فقد تحقق تحريرها بفضل من الله العلي القدير وبجهود أبنائكم بزمن قياسي في سبيل نصرة الدين والأرض والوقوف مع الأشقاء. ولا زالت قواتنا متواجدة على الأراضي اليمنية تواصل مشاركاتها مع أشقائها ضمن قوة التحالف، والقيام بعمليات إنسانية لإغاثة الشعب اليمني العزيز بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية وجمعية الهلال الأحمر البحريني، كما تستعد قوة الواجب الخاصة 2 للحركة إلى ميادين المعارك للإتحاق بإخوانهم من قوات التحالف العربي ضمن عاصفة الحزم وإعادة الأمل. سيدي، لقد كان لتوجيهات جلالتكم وما لمسناه من قيادتكم الحكيمة لنا منذ الصغر بأن نكون بالمقدمة وبالصفوف الأمامية بكل ما يطلب منا، فقد كان أخي الرائد خالد بين أخواننا وزملائنا وبنفس المنام مع أبطالنا الذين قاتلوا واستشهدوا، وعددهم 5 شهداء والذين نحتسبهم أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واكرمهم يا أرحم الراحمين. وعدد 32 جريح منهم إصابات خفيفة ومتوسطة وبليغة تماثلوا للشفاء بحمد الله، وهم الذين سيتشرفون في هذا اليوم بالسلام على جلالتكم وتكريمهم مع أخوانهم من قواتكم المشاركة في الواجب. وقد بادر أخي الرائد خالد بقيادة القوات المقاتلة من الدول الشقيقة في ساحة المعركة في مأرب والسيطرة على الموقف مباشرة بعد القصف الصاروخي لشجاعته وإقدامه وكفاءته العالية في القيادة وقيامه بالإشراف على إخلاء المصابين والشهداء من قواتنا وقوات التحالف. وما هذا إلا حصاد تربيتكم لنا يا سيدي، إن تشريفكم لنا يا صاحب الجلالة في هذا اليوم لتكريم المشاركين بتحرير وتطهير مأرب وباب المندب لهو وسام عزة وشرف نعتز ونفتخر به ما حيينا، ونعاهد الله ونعاهد جلالتكم بأن نبقى جنودكم الأوفياء ورهن إشارتكم بكل ما يطلب منا للدفاع عن أراضينا وكل مكتسباتنا وإبقاء راية الإسلام خفاقة دائما في أوطاننا. ونعدكم يا صاحب الجلالة بأن نكون رهن إشارتكم في القيام بأي عملية يطلب منا. أما أنتم يا ذوي الشهداء والمقاتلين الأبطال، فقد سطر أبنائكم ملحمة تاريخية في الذود عن الدين والأرض، وستبقى ذكراهم خالدة بالقلوب والوجدان، فكل شعب البحرين يعتز ويفتخر بما قدموه أبنائكم من بطولات في ميادين الكرامة والعز والشرف. ولا يسعني يا سيدي
في هذا المقام إلا أن أقدم خالص شكري وتقديري إلى كل من وقف معنا في هذا الواجب العظيم، وأخص بالشكر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين على دعمهم المتواصل واللا محدود لنا. أدامكم الله سيدي للبحرين وللأمة العربية الإسلامية، وأن يحفظكم من كل مكروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بمنح العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة قائد الحرس الملكي وسام الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة من الدرجة الأولى، تقديرا لسموه لما يقوم به من جهود مثمرة لتطوير الحرس الملكي وما وصل إليه من جاهزية قتالية ومستوى احترافي راقي، وما اتسم به سموه من شجاعة وكفاءة عالية أثناء قيادته لقوة الواجب واحد، إضافة إلى إشرافه شخصيا على حملة الإغاثة الإنسانية الكبيرة التي تقدمها مملكة البحرين لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، والإسهامات سموه العديدة والمميزة في خدمة وطنه، وتقديرا من جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه لما قام به الرائد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة من عمل شجاع خلال الهجوم الذي تعرضوا له في مأرب، حيث كان سموه هناك في صفوف المقاتلين في الجبهة الأمامية يتولى قيادة قوة الواجب واحد، وكلف في ذلك الموقف العصيب أيضا بقيادة إخوانهم البواسل المشاركين معهم من القوات المسلحة بالدول الشقيقة، حيث أبدى سموه شجاعة وحكمة مميزة في السيطرة على الموقف في تلك الظروف الصعبة وإنقاذ أكبر عدد ممكن وبأقل خسائر بشرية. فقد أمر جلالته بمنح سموه وسام الإقدام العسكري، كما تفضل جلالة الملك المفدى القائد الأعلى بمنح الأوسمة التقديرية لعدد من الضباط وضباط الصف والأفراد المميزين ولجميع المشاركين من هذه المهمة النبيلة، تقديرا لهم على قيامهم بواجباتهم على أكمل وجه في تلك المهمة المشرفة. وقد أعرب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله عن شكره واعتزازه بجميع الرجال الأشاوس من قوة الواجب واحد على ما أبدوه من شجاعة وكفاءة عالية، وقال جلالته: إنه ليسعدنا أن نكون معكم هذا اليوم لنهنئكم بأدائكم للواجب السامي المشرف بكل بسالة وإقدام وعلى الوجه الأمثل، وحرصكم أن تبقى راية وطنكم شامخة دائما في ميدان الشرف والبطولة، فكنتم نعم الرجال المخلصين لحمل الأمانة للذود عن وطنكم، ونعم السند لإخوانكم من الدول الشقيقة ولأمتكم العربية، وأن ما أنجزتموه من عمل بطولي وما قدمتموه من تضحيات جسام هي موضع الفخر من جميع أهلكم من شعب البحرين، ويسجلها تاريخنا الوطني العسكري بمداد من نور. مضيفا جلالته: إنهم كانوا موضع الإشادة والتقدير من القادة العسكريين ومن إخوانهم البواسل من القوات المسلحة الشقيقة الذين شاركوهم في هذا الواجب المشرف، مشيدا جلالته رعاه الله بجميع ضباط وضباط صف وأفراد الحرس الملكي على حمل الأمانة بكل ولاء وإخلاص وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بإرادة صلبة وعزيمة صادقة على أكمل وجه، متكاتفين صفا واحدا مع إخوانهم من رجال قوة دفاع البحرين البواسل، داعيا الله عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، متمنيا لجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة دفاع البحرين الذين يواصلون مشاركتهم السامية مع أشقائهم في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي المشترك بدوام التوفيق والنصر المؤزر، ويعيدهم إلى الوطن بعد أداء مهمتهم النبيلة سالمين ظافرين. مضيفا جلالته رعاه الله: إنه ستقام احتفالات أخرى لباقي الرجال البواسل من أسلحة ووحدات قوة الدفاع المشاركين مع أشقائهم عند انتهاء واجبهم الوطني السامي للمراحل التالية،
وعودتهم إلى أرض الوطن بإذن الله. هذا وقد حضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين من عسكريين ومدنيين وفريق المظليين البريطانيين الذين يشاركون في مجال التدريبات الخاصة مع قوة دفاع البحرين ضمن التعاون العسكري المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة.